السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من شركة حل. في هذا الفيديو حنشرح طريقة تسجيل المدفوعات المقدمة إلى الموردين. طبعا الآن نحن في الشاشة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية، نروح عند المصاريف، نموذج المصروفات، نروح على المدفوعات المقدمة للمورد، نروح على إنشاء جديد. طبعا علامة الزائد هذه تأخذنا مباشرة إلى صفحة الإنشاء. نختار نوع المعامل لا ينطبق، ومرجعها أيضا لا ينطبق. اسم المورد وليكن محمد. طريقة الدفع سيولة نقدية أو كاش أو عفوا أو شيك أو بطاقة ائتمان أو إنترنت. الدفع من رصيد حساب الأصول المدفوعات المقدمة للموردين. والتاريخ هنختار قبل التاريخ، عفوا هنروح ناخذ المبلغ وليكن 100,000. نروح نوع المعاملة، طبعا ثلاث أنواع عندنا أو نوع الدفع. نوع الدفع عندنا ادفانس مقدم ديبت وهو إشعار مدين، وبيمنت وفي حالة أنها كانت مقابل فاتورة. هنخليها نحن مقدم، نروح على إضافة، هنروح على الآن النموذج الموردين. هنشوف كيف تسجيل العملية نموذج الموردين. نروح على كشف حساب المورد، وهذا هي ظهرت لنا الآن ب 115,000 ريال. طبعا في حالة إن وجود فاتورة على هذا المورد، هندينا نتمكن من استخدامها على مقابل تلك الفاتورة. إن شاء الله يكون الشرح واضح وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.